عام 1960 ظهرت جمجمة أحفورية غريبة من أحشاء سلسلة جبال صغيرة بالمغرب، فكان لديها الكثير لتكشف لنا عنه. عاد فريق دولي مدفوع بحث باحثين، أحدهما فرنسي والآخر مغربي، ومجهز بأدوات ومعارف القرن الحادي والعشرين إلى الموقع لاستئناف البحث. وما اكتشفوه حينئذ يتجاوز كل ما كان يمكنهم تصوره. On a découvert une nouvelle mandibule, un fémur, des fragments de crâne. Je suis tenté de dire qu'il s'agit d'une petite famille. On s'attendait à quelque chose d'ancien, mais pas aussi ancien que ça. يتناقض هذا الاكتشاف المذهل تماما مع كل الافكار الراسخه بشان اصل الجنس البشري. Tous les manuels scolaires, toutes les publications doivent être révisées. يجبرنا إنسان إيرود على إعادة النظر في قصة ظهور الإنسان العاقل أو الهومو سابينس، ويعيد بشكل كامل تعريف الإطار الذي تطور فيه، كما يدعونا لإعادة كتابة بدايات تاريخنا ويلقي ضوءاً جديداً على المسار التطوري الذي قاد إلينا.